وللمزيد معنا عبر الهاتف نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض هاني وفاء. أهلا بك أستاذ هاني ومساء الخير. أبدأ معك أستاذ هاني، يعني أهمية هذه الزيارة واختيار الرئيس اللبناني المملكة كأول محطة في زيارته للخارج. هي زيارة مهمة بالتأكيد، يعني كونها أنها تأتي في إطار تجديد العلاقات السعودية اللبنانية بعد فترة معينة، واختيار رئيس اللبناني المملكة كأول دولة يزورها كرئيس، هذا دلالات أن هناك في نوايا مشتركة لتحسين العلاقات وتطويرها في مجالات كثيرة. وأعتقد إن شاء الله في المستقبل القريب سنشهد هذا التحسن في العلاقات وهذا التطوير في العلاقات، خاصة أنه اليوم مثلا هناك كان في اجتماع بين وزيري المالية في البلدين، تم إقرار اتفاقية الازدواج الضريبي أو إلغائه، فبالتالي أنا أعتقد أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح. يعني أستاذ هاني، كما تحدثت عن هذه الدلالات أو لديها دلالات هذه الزيارة، يعني ستكون إعادة تفعيل العلاقات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، وأنت أكدت قبل قليل على أنها ستكون اقتصادية من ناحية مقابلة وزير المالية أستاذ هاني. صحيح صحيح، وبالتأكيد هي ستشمل جميع المجالات، لن تكون مقتصرة على مجال دول آخر، ستكون علاقات السياسية في إطارها الطبيعي، الاقتصادية، هناك فرص استثمارية، هناك في رغبة لبنانية في المشاركة في رؤية 2030 الإسهام فيها. أعتقد أن الاستثمار السعودي في لبنان سيعود، الاستثمار في اللبناني في المملكة سيكون له أثر. أعتقد أنه هي عملية متكاملة تأتي في إطار أو في اتجاه تحسين علاقات وتوثيقها. هي يعني نعرف أن علاقات قوية وتاريخية، ولكن هذه مرحلة جديدة من هذه العلاقات. نعم، الرئيس اللبناني أكد أنه لابد من التنسيق مع الدول الكبرى وعلى رأسها المملكة لمواجهة الإرهاب. برأيك أستاذ هاني، يعني كيف ترون ذلك في ظل الوضع الحالي للبنان كما تعلم؟ هو بالتأكيد يعني مكافحة الإرهاب هي مشروع دولي، المملكة يعني لها باع طويل في هذا المجال. أعتقد أن لبنان ممكن يستفيد من التجربة السعودية كما استفادت منها دول كثيرة. أعتقد أنه في الحالة هذه أنه لبنان يعني يستطيع الاستعانة بالخبرات السعودية في مكافحة الإرهاب، في تحصين نفسه من الإرهاب. دائما الرئيس اللبناني ما يتحدث عن أنه الإرهاب ليس لبناني وإنما يأتي من الخارج. نعم. أعتقد تجربة المملكة ممكن أن تكون ثرية بالنسبة للبنان. نعم، كان معنا عبر الهاتف نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض هاني وفاء. شكرا جزيلا لك أستاذ هاني على هذا التحليل وعلى هذا التفصيل.